اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سلاما كثيرا. أما بعد، نذكر أنفسنا وإياكم باستحضار النية لله تبارك وتعالى وبنية الاعتكاف في المسجد. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن العفة وحفظ السمع والبصر. ما معنى العفة؟ العفة هي طهارة ونظافة الأخلاق. العفة شو معناتها؟ نظافة الأخلاق. شو صار؟ بيشوش الميكروفون. قلنا العفة هي نظافة الأخلاق وحفظ الجوارح من سمع وبصر وغيره، أن تحفظ جوارحك عما حرم الله، أن تحفظ بصرك على أن تنظر إلى ما حرم الله، أن تحفظ سمعك من أن تسمع ما حرم الله. فمن العفة هذا معناه، أو العفة هي طهارة ونظافة الأخلاق وحفظ الجوارح والفروج. والموفق لذلك هو من وفقه الله، والذي يستطيع أن يقوم بأن يحفظ جوارحه مما حرم الله فهو البطل. هذا هو البطل. من هو البطل؟ الذي يتقي الله، مش صاحب العضلات وهو تراه منغمس في المعاصي، إنما من يتقي الله هو البطل. ومن الخلق من جعل الله العفة فيهم صفة واجبة، وهم الأنبياء. الأنبياء تجب لهم هذه الصفة. شو يعني؟ يعني كل نبي يجب له أن يكون متصفا بالعفة، صفة واجبة الله جعلها فيهم. ما في نبي كان رذيلا، ما في نبي كان أخلاقه مثل ما بيقولوا بالعامية واطية، حاشاهم. مستحيل في حق الأنبياء الرذالة، بل كلهم كانوا على العفة، كلهم كانوا على العفة. ما في نبي نظر نظرة بشهوة لامرأة لا تحل له، ما في نبي اختلس نظر لامرأة بشهوة. فمما يفترى على سيدنا داود هذا كذب وافتراء، ولا يجوز اعتقاد ذلك. هذه قصة والعياذ بالله مفتراه على سيدنا داود، وهي أن بعضهم افترى عليه أنه، أي داود بزعمهم، وهذا غير صحيح ولا يجوز اعتقاده، ومن نسبه إلى نبي خرج من الإسلام، لأنه نقصه وكذب الله ووصف الله أنه يرسل أنبياء رذيلين وحاشا لله. فمنهم من قال أن داود بزعمهم قال صار ينظر إلى امرأة وهي تستحم، والعياذ بالله.
قال وهذه كانت مرأة أو زوجة قائد الجيش تبعه، قال بزعمهم تعلق قلبه بها فأرسل القائد إلى المعركة ليموت وحتى هو يأخذ مرته. أعوذ بالله، هذا لو نسب إلى أفراد أو أحد الناس شو بتلاقيك تشتمئز منه، فكيف أن ينسب إلى نبي كريم، نبي عظيم سيدنا داود الذي جعله الله مع النبوة جعله أيضا ملكا وأعطاه من الملك شيئا عظيما. فالعفة قلنا هي صفة واجبة للأنبياء، والله تعالى جعل هذه العفة من الناس غير الأنبياء من كانت موجودة فيهم. ولكن اعرف شو حكم العفة، أنت مأمور بها، الرجال والنساء، الرجل والمرأة مأمور أنه شو يكون عنده العفة، شو أنه ما يكون رذيل، إنما شو يكون عنده العفة، مأمور بها الرجل ومين لنا المرأة، ومأمور بها المتزوج وغير المتزوج. وهناك آداب حثنا عليها الإسلام تساعدك على أن تكون من الحافظين لنفسك مما يؤدي إلى الفحشاء إلى الحرام. في أشياء تساعدك على أنه تأدب نفسك يا إنسان، لأن النفس شو قلنا أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فمن ذلك مما يساعد على العفة، قال عليه الصلاة والسلام وكان يخاطب الشباب، من يخاطب الشباب، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم شو الباءة فليتزوج، يعني اللي هو عنده حاجة للزواج وعنده كلف الزواج فليتزوج. قال ومن لم يستطع فليصم، ومن لم يستطع شو بيعمل فليصم، أمره بالصيام لأن الصوم يخفف من الشهوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث الشخص الغير قادر على نفقات الزواج، حثه على أن يصوم، فكما ذكرنا هذا تخف به شو شهوة النفس. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. دير بالك من عذر لك إذا واحد قال لك يا أخي أنا مني متزوج، لو ما كنت متزوجا احفظ نفسك، احفظ نفسك، لأن هناك ما شيء هو حرمه الله. أليس الرسول قال العين تزني وزناها النظر، أي نظر المحرم، قال واليد تزني وزناها اللمس، أي لمس اللمس المحرم، أن يلمس امرأة لا يحل له، لا تحل له، فهذا حرام. أليس قال الرسول والفم يزني وزناه القبل، يعني في البوس بيسموها قبل جمع قبلة، هناك مما هو حرام، ليس لك أن تقبل امرأة لا تحل لك. طيب أليس الرسول قال اللسان يزني وزناه المنطق، شو يعني من زنا اللسان، يعني مما هو من مقدمات الزنا، أي قد يوصل إلى الزنا الحقيقي وهو مقدم له. وحرام أنه يجي واحد يغازل امرأة، يصير شو يعمل يتغزل بها، يتكلم معها بشهوة وهي من زوجته. وأليس الرسول قال والنفس تمنى وتشتهي، أليس الرسول حذر من شيء اسمه زنا النفس، يعني من مقدمات الزنا وهو التفكر المحرم،
إن واحد يصير قاعد عم يتخيل حاله بإرادته، مش خاطر إجا، مش من الشيطان، هو قاعد عم يتفكر أنه يتلذذ بامرأة وهي ليست زوجة له. فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه من هذه الأمور، أن يحفظ نفسه من هذه الأمور. فاحفظ بصرك مما حرم الله، واعرف أن كثرة النظر المحرم تغرس في القلب القسوة. كثرة النظر المحرم شو بيصير الإنسان؟ يقسو قلبه، وقد يميل إلى الفساد بسبب النظرة المحرمة، قد يصل إلى الزنا. ليش اسم النظرة المحرمة تسمى زنا العين؟ لأنها قد توصل إلى الزنا الحقيقي، ولكن ليست هي بشدة الزنا الحقيقي الذي هو زنا الفرج. واعلموا أيضا أن القلب الذي هو أمير الجوارح، وحكينا عنه في الدروس السابقة، قلبك يتأثر، قلبك يتأثر بما تراه وبما تسمعه. فاليوم رح نحكي عن معاصي العين ومعاصي الأذن، لأن العين والأذن شبهوا بباب إلى القلب. كيف أنت كيف دخلت إلى المسجد؟ من هذا الباب. كيف دخلت إلى المسجد؟ من باب له. تبهنا؟ فيوجد أيضا شو؟ يوجد لقلبك بابان، هما العين والأذن. القلب يتأثر بما ترى، القلب يتأثر بما تسمع. إذا رأيت شيئا محرما، اصبروا علينا، إذا رأيت شيئا محرما اعرف أن هذا يؤثر على قلبك. وفي شغلات قد يتأثر بها القلب للسوء، إن شهوة الحرام، إذا تنظر إلى الحرام، إذا تسمع إلى الحرام. ومرات قلبك قد يتقلب بكلمة سمعتها، بتكون شخص بتحبه، سمعت عنه شيء أو سمعت منه شيء، قلبك نفر منه، مش هيك بيحصل؟ فعشان هيك شو بنقول نحن؟ العين والأذن بابان إلى القلب. القلب يتأثر بما تسمع وبما ترى، قد يتأثر بطريقة سيئة، يعني ينقلب إلى الأسوأ، وقد يتأثر إيجابا، يعني قد أنت بتسمع شيء موعظة أثرت فيك، تراك تبت إلى الله. هون شو تقلب قلبك من شو؟ من المعصية إلى التوبة، هذا لمصلحتك. وهناك شيء قد تراه تتأثر أيضا إيجابا، كيف؟ أنه تتأثر، بتكون مثلا رأيت بعينك كيف شخص كان يكلمك وانتهى أجله ومات، وانت عارفه صاحبك. فمنهم من يتأثر، يقول الموت قريب، يعتبر، يتعظ، يتوب إلى الله. طيب، بعد ذلك إذا ذكرنا أمر معاصي العين، ما هي معاصي العين؟ مما حرم الله علينا، كما قال أهل العلم، ومنهم شيخنا المحدث الفقيه العالم الشيخ عبد الله ابن محمد ابن يوسف الهرري المعروف بالحبشي، عرف بين الناس بالشيخ عبد الله الحبشي لأنه كان أسمر اللون ولكنه قلبه أبيض، رحمه الله رحمة واسعة. فشيخنا في مؤلفاته حذر من معاصي شو؟ العين. فقال من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة،
انتبه، النساء الأجنبيات حرام عليك أن تنظر إليهن بشهوة إلى أي جزء في بدنهن، حتى لو كانت لابسة. لو إنسان نظر إلى لباسها، هي مسترة، نظر إلى لباسها بشهوة مع أنه هي ساترة، حرام عليه أن ينظر إلى امرأة أجنبية شو بشهوة. شو يعني بشهوة؟ هذه الكلمة قد بعض الناس ما بيفهم شو يعني، أو ما بيعرف شو معناتها بشهوة. الشهوة هي اشتياق النفس، يعني يحصل له لذة، لذة يحصل له بهذا النظر لذة. حرام أن ينظر الرجل إلى النساء الأجنبيات بشهوة، والعكس كمان حرام على المرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة. طيب نرجع نحكي عن المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية لها عورة، عورتها كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، هذول الكفين، هذا كف. الوجه والكفين للمرأة منو عورة، بل الوجه ليس بعورة بالإجماع. الوجه شو؟ منو عورة، شو قلنا؟ بالإجماع. طيب واليدين كمان، مع أنه في بعض الناس عند المذهب الحنبلي يتكلمون بيدي المرأة، ولكن نقول عند الجمهور أنه منو شو؟ منو عورة. مين؟ كفي المرأة. طب الوجه شو؟ بالإجماع منو عورة. واضح؟ طيب إذا واحد نظر إلى وجه امرأة أجنبية، إذا نظر إلى وجهها وكفيها بشهوة أيضا حرام. أما لو نظر إلى وجهها وكفيها مش بشهوة لا يشتهيها، وين نظر إلى وجهها وكفيها وليس بشهوة لا يحرم. طيب غير الوجه والكفين من المرأة، غير الوجه والكفين من المرأة مثل الساعد، انتبهنا، مثل الكتف، مثل الساق، مثل القدم، حرام على الرجل أن ينظر إلى ذلك ولو كان بغير شهوة، طالما هي امرأة شو؟ أجنبية. والامرأة الأجنبية مش معناته اللي هي جاي من كندا مثلا، في ناس بيقول لك هدول أجانب، بيفهم إنه شو مثلا أوروبيين أو كذا. المرأة الأجنبية هي التي ليست زوجة لك وليست من محارمك. بس دير بالك، ليس معناه أن المحارم فيك تنظر لهن بشهوة، لا، حرام. المحارم مثل مين؟ كالأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، يعني بنتك وبنت بنتك هدول كلهم محارم اسمهم، أختك محرم، خالتك، عمتك محرم. المحارم كمان بشهوة حرام ينظر، لأنه وصلنا للزمن يا أحبابنا هناك من يشتهي مين، والعياذ بالله، يشتهي محارمه. ماذا يشتهي؟ محارمه، وهذا حرام. بل هناك والعياذ بالله من في بعض البلاد منتشر شيء يسمى الزنا المحارم، وهو من أشد أنواع الزنا. طيب واضح إلى هنا؟ ماذا قلنا؟ حرام على الرجل أن ينظر إلى النساء الأجنبيات شو؟ بشهوة، نقطة. طيب بغير شهوة يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية بلا شهوة وإلى كفيها. شيء غير الوجه والكفين حرام عليه، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ليش؟ لأنه عورة لها، عورة منها، فعليك شو؟ بغض البصر، أن تغض بصرك. طيب
فيجب على الرجل الأجنبي أن يغض بصره عن المرأة الأجنبية إلا عن شؤنة عن الوجه والكفين كما فصلنا. إذا لم يكن بشهوة يجوز لك أن تنظر إلى وجه امرأة أجنبية، ولكن الأحسن أن لا تنظر. بس قلنا نحن يجوز. طيب إذا واحد قال لك أنا نظرت إلى وجه امرأة، أول شيء ما كان عندي شهوة، بعد شوي لقيت نفسي عم بتحركني، فهنا يجب عليك أن تغض البصر عن وجهها. شو منه عورة، بس نفسك بدها ترباية يا إنسان، فنظر إلى وجه امرأة واشتهاها، فصار فرض عليه شو يعمل هون؟ يغض بصره، يشيل بصره. إذا اشتهاها عصى، ولو نظر إلى وجهها. طيب طالما هي إن مين؟ امرأة أجنبية. طيب مين هي المرأة التي يجوز للإنسان أن ينظر إليها بشهوة؟ الزوجة. تبهنا؟ طيب كمان هنا نبين معنى آية جميلة نفهم معناها. الله تعالى قال في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الآية ما معناها؟ كمان كما أنه الرجل مأمور بحفظ الجوارح وغض البصر، كمان المرأة، لأنه الشهوة ركبت شو في كليهما. الشهوة ركبت في الرجل وركبت شو في المرأة، فيجب على الرجل أن يحفظ نفسه من أن يشتهي من ليس له أن يشتهيه. كمان يجب على المرأة أن تحفظ نفسها من أن تشتهي رجلا ليس لها أن تشتهيه. طيب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا الآية ما معناها؟ ولا يبدين يعني لا يظهرن من النساء زينتهن، يعني مواضع الزينة، إلا ما ظهر منها. هذه إلا ما ظهر منها، السيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس قال إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفين. مواضع الزينة، وين المرأة تحط زينة بجسمها بجسدها؟ الحلق، مش هيك؟ الحلق مش هيك؟ هون موضع زينة، يعني الأذن موضع زينة. طيب وين كمان؟ الرقبة. وين كمان؟ الساعد، هون الأساور، الناس بيوصلون لهون مش هيك؟ طيب هذا شو اسمه؟ مواضع شو؟ زينة. وين كمان تضع زينة المرأة كمان؟ بأصابعها. وين كمان؟ بوجهها. طيب ولا نهي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني وليس لها أن تبدي أن تظهر أمام الأجانب مواضع الزينة، مثل اعطينا مثال، إلا ما ظهر منها، أي إلا ما هو في الوجه والكفين، يعني خاتمها، لأنه الكف منه عورة، فلو ظهر من المرأة أصبعها اللي فيه خاتم هل عليها شيء؟ يجوز، منه حرام. أما هون ساعدها اللي حاطة أساور فيها أن تبدي ذلك، بتشمر يعني المرأة هيك، هذا شو اسمه؟ عورة، حرام عليها. طيب شو كمان؟ وين الأذن كمان؟ هلا لأنه في بعض النساء بيحطوا الإشارة من وراء الدينات، لا، المرأة يجب أن تستر شو كمان؟ الأذن. طيب شو كمان؟ القدم. القدم المرأة قدمها عورة، ساقها من باب أولى أيضا عورة. طيب باختصار عورة المرأة شو؟ كل جسمها ما عدا شو؟ الوجه والكفين. لا يجوز لها أن تظهر ذلك أمام مين؟ الأجانب. طيب شو كمان؟ حرام أن ينظر الأجنبي على شيء من هذه المرأة مكشوفا، شيء من عورتها مكشوفا. لو قال لك أنا لا أشتهيها،
طالما هو عورة نظر إليه لو كان بلا شهوة حرام. طيب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، الخمار اللي هو هلا بيسموه إشار أو إشارب، وناس بيسموه حجاب، مش هيك؟ هذا اسمه خمار. الخمار ما يغطى به الرأس. الله أمر النساء، لأنه في بعض هلا طلعوا موضة كل مرة ومرة بيطلعوا ناس بيقول لك ما يزعمون إنه المرأة ما فرض عليها تغطي الرأس. هذه آية واضحة، ديروا بالكم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار معروف في اللغة العربية وفي الشرع، الخمار ما يغطى به الرأس، مش بس انه تغطي رأسها، وتضرب به على جيبها. شو الجيب؟ يعني الرقبة، هذا يسمى الجيب. يعني مش بس تحطه وتنزله هيك ورقبتها مفتوحة. اسمعي يا امرأة، الله أمرك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بغطوا هذا الجيب، ما بتخلي الإشارب نازل هيك ومفتوح والرقبة ظاهرة، إنما ما أمرت به المرأة أنه الستر الكامل. أما الوجه ليس عورة، الكفين ليس عورة. وهون انتبهوا، في بعض الناس يتشدد في غير موضع التشدد في بعض الناس، وهذا ليس، هذا خلاف الإجماع. إجماع الأمة أن وجه المرأة فيها تكشفه، في بعض الناس يلزمها بستره، ومنهم من يوجب، فشو بتقول له؟ ليس واجبا وبالإجماع، ليس واجبا. وشو كمان؟ بالإجماع، إجماع قائم، والإجماع حجة. إجماع مين؟ مش زيد وعمر، إجماع كل أئمة الاجتهاد من أبي بكر الصديق والصحابة اللي هن كانوا مجتهدين مثله إلى زماننا، كل أئمة الاجتهاد اتفقوا على أن وجه المرأة ليس عورة، بل نقلوا الإجماع. ومنهم من نقل الإجماع على ذلك، منهم القاضي عياض، قال يجوز للمرأة كشف الوجه إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. قال لك ولكن هي جميلة. قال له أنت ودير وشك، شو بتقول له؟ أنت دير وشك، أنت مأمور بغض البصر، هي ما فرض عليها أنه شو؟ تغطي وجهها. بس ديروا بالكم، ستر الوجه بالنسبة للمرأة شيء حسن لا نقبحه. يعني إذا امرأة من نفسها قالت أنا أريد أن أبالغ في الستر، الله ما فرض أنه أستر وجهي ولكن أنا سأستره، إيه؟ ستر المرأة لوجهها أمر حسن في الشرع، مبالغة في الستر، ولكن ليس فرضا، ليس واجبا وبالإجماع. طيب، هلا قد يجي واحد بيقول لك ما حكم إذا نظر الإنسان بلا قصد بأن وقع بصره على عورة امرأة وما قصد؟ مثل ما مرات الواحد يكون ماشي شارع هيك، وش هو ماشي هيك هيك ولف، هاللف اللي لفه طلعت وحدة قدامه كاشف شيء من عورتها، اجى بصره عليه بس مش بدون قصد، ما حكم ذلك؟ إذا كان بغير قصد وقع بصره على الوجه والكفين، أو إن الوجه والكفين فقلنا أنه هذا ليس عورة، ولكن دير بالك قد يكون أول شيء وقع بصره على وجهها وكفيها بلا شهوة، بعدين شعر بشو؟ بلذة. شو بيعمل هون؟ يدير البصر. طيب، هنا وجب عليه صرف نظره أيضا إن شعر شو؟ بلذة. أما إلى عورتها، كتف مكشوف امرأة وقع بصره على هذا الشيء، ما تعمد، مثل ما أعطينا مثال فجلها بشو، فهنا هذه تسمى النظرة الأولى. شو اسمها هيدي؟ النظرة الأولى. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال يا علي، عم بيعلم سيدنا علي حكم،
وهذا التعليم له ولأمته: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى اللي هي وقع بصرك بلا إرادة على امرأة على شيء من عورتها، فهنا دغري شو بتعمل؟ لا تتبع النظرة النظرة، فهنا شو بتعمل؟ بتدير وشك. فإن لك النظرة الأولى، يعني ما عصيت له، ما قصدت، ولكن ليس لك النظرة شو الثانية. بس ديروا بالكم، ليس كما بعض السفهاء فعل. في بعض السفهاء نظر إلى امرأة أول نظرة وهي كاشفة عورة، بقى بحلق فيها. شو يعني بحلق فيها؟ يعني مركز عليها. وواحد صاحب يقول له دير وشك، لك زعمي ماذا يقول؟ دير بالك، هذا ليس تفسير للحديث. الذي يزعم أنه هذا تفسير حديث رسول الله بذلك افترى على دين الله وعلى رسول الله. فشو بيقول له؟ تركنا هذه النظرة الأولى، وبعده عم يتطلع فيها وشو؟ بشهوة. لا، مش هيدا هو النظرة الأولى. انتبه، النظرة الأولى نظرة وقعت بلا قصد منك على امرأة أو على شيء من عورتها، من دون قصد، ما انتبهت أنه في امرأة كاشفة العورة. مرات تمشي بشارع وتلاقي هيك شيء، فأول ما وقع بصرك بلا إرادة شو بتعمل بعدين؟ دير. مش يبقى الواحد منيشن مثل ما بيقولوا، إيه؟ أعوذ بالله، هذا حرام. طيب، وقلنا أن الأئمة نقلوا الإجماع على جواز النظر بلا شهوة إلى الوجه والكفين، وقلنا أنه نقلوا أيضا يجوز للمرأة كشف وجهها شو؟ إجماعا. وعلى الرجال شو؟ غض البصر، كما نقل ذلك القاضي عياض المالكي. ومن جملة معاصي العين النظر إلى العورات. في شيء اسمه العورات، تختصر كل شيء عورات بالنسبة لك، حرام عليك أن تنظر إلى العورات. دير بالك، قد يكون رجل مثلك مثله، بس إلى عورته لا يجوز لك أن تنظر. طيب، عورة الرجل أمام الرجل شو هي؟ ما بين السرة والركبة. عورة الرجل سهلة، ما بين السرة والركبة، يعني الركبة نفسها منا عورة، فوق الركبة وتحت السرة، يعني ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل أمام الرجال وأمام النساء وأمام محارمه النساء. سهلة، نفس العورة بالنسبة عورة الرجل قدام الرجل، عورة الرجل قدام النساء الأجنبيات، وعورة الرجل قدام محارمه، أمه أخته، نفس الشيء. شو هي؟ ما بين السرة والركبة. فلا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة رجل، إلى عورته، إلى سوءته. انتبهنا؟ طيب، فهذا شو؟ حرام. لو قال لك أنا لا أشتهيه، لو كان لهذا عورة، حرام عليك أن تنظر إليها. يعني يعطى مثال أنه بعض اللي بيلعبوا فوتبول راحوا من بعد ما عرقوا كذا، بيروح بيتحمم وكلهم تحميم واحد مع بعض، بده يكون واحد ساتر. شو بده يكون ساتر؟ العورة، لو كانوا كلهم رجال. طيب، كمان مرات يكون امرأة أمام امرأة، قلنا نحن الامرأة قدام الأجانب ذكروني عورتها شو كانت؟ لا، العورة عم نحكي عن العورة، كل جسمها إلا الوجه والكفين. ديروا بالكم، مش العكس. عورة المرأة أمام الأجانب، الرجال الأجانب، كل جسمها إلا الوجه والكفين. طيب، عورة المرأة أمام شو؟ المرأة، تختلف. عورة المرأة أمام المرأة المسلمة، شو قلت أنا؟ أمام المرأة المسلمة، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة.
عورة المرأة أمام المرأة مين؟ المسلمة. هذه أيضا يجب عليها أن تسترها، المرأة أن تستر عورتها أمام المرأة المسلمة، أن تستر ما بين السرة والركبة، هذا على الأقل. انتبهنا؟ يعني لو كانت الوحدة مثلا، في بعض النساء بتقول لك هيدي بنتي فتكشف الفخذ قدامها، لا ليس لها. لو قلت لك هيدي بنتي أو هيدي مثل بنتي أو هيدي صديقتي، لا، ما بين السرة والركبة عورة المرأة قدام مين؟ قدام المرأة. واضح؟ وقلنا قدام المرأة المسلمة. طيب، فمن جملة معاصي العين النظر إلى العورات، قلنا عم نفصل به العورات، هذا قدام هذا شو بتكون وهكذا. طيب، ويحرم على الرجل والمرأة كشف العورة في الخلوة لغير حاجة. هون انتبهوا، مسألة كتير مهمة. حرام على الرجل والمرأة كشف العورة، وهون العورة فيها تفصيل بعد شوي، في الخلوة. هون شو يعني في الخلوة؟ يعني إذا كان لحاله، وين لحاله؟ في بيته مثلا، ليس له أن يكشف. عم نحكي هلا على الرجل، أن يكشف مثلا السوءتين، السوءتين اللي هن القبل والدبر. لو كان لحاله ببيته الواحد من دون حاجة، إذا ما في حاجة أو ما في لا ضرورة ولا حاجة، ليس له. هون ليس له يعني لا يجوز له، يعني حرام عليه أن يكشف السوءتين. هون العورة المراد بها شو؟ السوءتين. شن السوءتين؟ القبل والدبر. إذا كان شو قلنا؟ لحاله، وين؟ ببيته. إيه؟ هذا الأمر لا يفعله الشخص، حرمه الله إذا كان شو؟ فعل ذلك بلا ضرورة ولا حاجة. طيب إذا قال لك في ضرورة أو في حاجة، إيه إذا في حاجة أو ضرورة يجوز. مثل مرات الواحد ما بده يتغسل، فمرات قد يكون غسله ضرورة إذا كان غسل واجب، فله أنه شو يعمل؟ يكشف ويغتسل. طيب ومرات بيكون غسل مسنون مثل غسل الجمعة، كمان يجوز له أنه شو يعمل؟ يكشف ويغتسل. أو بده يفوت لقضاء الحاجة في الخلاء، إيه هنا يتكشف. أو مثلا بالصيف، ولا جايين الصيف، نحن بعنا بالربيع، بالصيف في بعض البلاد بيصير فيها حر شديد، فقد البعض مثلا يكون لوحده في بيته ومن شدة الحر وما عنده مكيف وكذا، فللتبرد حتى شو يعمل؟ يتبرد، فكشف السوءتين. وشو قلنا نحن؟ لحاله، مش قدام الناس وببيته، فهذا حاجة تسمى، يجوز. طيب، قال والنظر في بيت الغير بغير إذنه. النظر في بيت الغير بغير إذنه. أو أما انتقل إن بالنسبة للرجل، شو كانت هون العورة بالنسبة للخلوة؟ شو كانت؟ السوءتان، يعني القبل والدبر. أما بالنسبة للمرأة ما بين سرتها وركبتها، لو كانت لوحدها في بيتها لا تكشف ذلك بلا ضرورة ولا حاجة. طيب، من النظر المحرم النظر في بيت الغير بغير إذنه، مما أدبنا به الإسلام أنه حرام عليك أن تنظر، وين؟ في بيت الغير بغير إذنه، أو شيء أخفاه كذلك. مثلا في بعض الناس بيكون فايت ضيف، دير بالك الضيف له زيارة لها آداب، واحد راح يزور بيت ناس في آداب، فلا ينظر حيث لا يرضى صاحب البيت أن ينظر. يعني مثلا بعض الناس بيجي واحد يدخله، زائر يدخله، وين بيقعده عادة؟ وين بيقعد الضيف؟ بالصالون. قال له شو بتشرب؟ قال له كباية شاي. راح ليسوي له كباية شاي، إجا قام وصار يتفتل بالبيت، يفوت على أوضة النوم، يطلع من أوضة النوم، يفوت على كذا،
وصاحب البيت لا يرضى. فشو الحكم؟ حرام، لأنه نظر وين؟ في بيت الغير بغير إذنه. وبعض الناس قد يبالغ أكثر، يفتح جوارير، يفتح خزائن، انتبهنا؟ لا يجوز. طيب، أو شيء أخفاه كذلك. في بعض الناس قد يخفي شيء في جسمه وهو ليس عورة، بس هو مثلا في بعض الناس قد يكون عنده حرق هون محروق، أو عنده ضربة أو قطب، في البعض هيك بده يخبيهم بشال. ففي بعض الناس بيجيب عود طويل بيصير يشيل له الشال حتى يشوف شو هو مخبى. هو لا يرضى، يتضايق، ينزعج، فكمان ليس لك أنه شو تفعل ذلك. طيب، كمان في بعض الناس ينظر من خرم الباب. سامعين خرم الباب؟ مطرح ما بينحط المفتاح القديم اللي هو بيكون فيه ثقب ويدخل المفتاح، ففي البعض بيكون حدا في الداخل فصير ينظر من خرم الباب شو عم يعمل فلان. هذا حرام، هذا شو؟ حرام. أو بعضهم بيكون تعرفوا في جيرة، بيكون جيران الجار له شو؟ حرمة. ففي بعض الناس شو بيصير يطل من بلكونه أو شباكه على شباك جاره ليشوف شو عم يعمل جوا، شو عم يعمل ببيته وهو لا يرضى. أو نساؤه جوا بالبيت، تعرف الواحد بيقعد ببيته مرات المرأة تكشف رأسها، ترتاح ببيتها. فبعضهم شو بيصير ينظر من إما من شباك، أو بعضهم بيجيب ناظور حتى. هذا شو؟ هيدا بيكون رذيل. هل هذا بيكون نظيف الأخلاق؟ هذا لو كان مطقم على سنجة عشرة، هذا شو بتسميه؟ وسخ الأخلاق. شو هذا بيكون؟ وسخ الأخلاق. هذا ما عنده عفة، الذي ينظر في بيوت الناس وعم يراقب الناس شو عم يفعلوا في بيوتهم، هم لا يرضون، وينظر إلى عوراتهم والعياذ بالله. ننتقل للتكلم عن معاصي الأذن. حكينا قلنا نحن عن معاصي العين، الآن معاصي الأذن هي قليلة جدا، ويجب عليك أن تحفظ نفسك منها. من معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنك. شو يعني؟ تعرفوا في شيء بيسموه نجوى. نجوى في ناس بيكون اسمها نجوى ومن عارف شو يعني نجوى. نجوى يعني إن واحد مرات بيكون بده يحكي مع حدا، مرات تكون قد تناجي واحد فقط، ومرات تكونوا ثلاثة، انتبهنا؟ طيب، حتى هذا في أحكام في الشرع. قد واحد يكون في مكان بس قاعد بالزاوية، اثنين قاعدين بالزاوية عم يحكوا سر لبعض، سر، أو عم يحكوا شيء داخلي خاص عائلي، رجال ومرته يا خي قاعدين وعم يدوشوش، إجا واحد شو مثل ما بيقولوا زد دينته بيناتهم. شان زد دينته صار شو يتسمع. أو قد يكونوا هني منهم متبهيله، مثل واحد مثلا بيكون شباك، هو تحت الشباك قاعد وقاعد شو عم يتسمع الرجال شو عم يحكي مع مرته. هذا طيب، كأنه هالميكروفون عم بيودع يا جماعة، صار بدأ ميكروفون جديد. طيب، فقلنا من معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم شو أخفوه عنه. حرام أنه أن يصغي. شو يعمل؟ يصغي. شو يعني يصغي؟ يعني بيتسمع، بيتصنط. بعض الناس بيقول لك، وهذا يدخل في التجسس المحرم، هذا نوع من أنواع التجسس. التجسس هذا منه، والله نهى عنه. ولا تجسسوا، من آداب الإسلام نعلم حتى الصغير ابنك أنه إذا شاف اثنين عم يحكوا ما يقعد يتسمع ويسمع أسراره ويصير يحكي. البعض بينقل وبيصير وزع، مش بس هيك، في البعض بيسجل وبينشر.
في البعض بيحط سماعه وهو قاعد ببيته عم يتسمع عليك. في بعض الناس حتى قد يستعمل هيك ادوات اللي هي هلا موجوده، بيبعث لك ما يسمى، شو بيسموه، رساله، اذا فتحتها صار عم يتصنت عليك وعم يشوفك انت وببيتك. احذروا من هذا. لو كان عندك قوه تقنيه، درست دراسه بتخليك قادر تعمل هيك شغلات، حرام عليك، اتق الله، الله يراك. ومن الناس من فعل والعياذ بالله، فانتبهوا، هذا أمر لا يجوز، هذا من التجسس المحرم. وماذا جاء في وعيد من فعل ذلك؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. شوف منا عذاب خاص، شو رح ينصب بدينته؟ دينته شيء اسمه الآنك. الآنك هو الرصاص المذاب، والرصاص بتعرفوا الرصاص إذا عرض على النار بيصير مثل المي بس بيحرق سخن. وين رح ينصب هيدا؟ بأذنك يا من تتجسس، بأذنك سيصب، مش بدينة وحدة، لأنه سمعت بالدينتين، بالاثنين رح ينصب. يا أخوانا الإنسان ضعيف، مرات مي بتجي بدينتك بتلاقيك شو قاعد عم تخض راسك خض لتطلع المي من دينتك، فكيف أن يصب في أذنيك شو؟ الرصاص المذاب. هذا عذاب ووعيد لمن فعل ذلك ولم يتب إلى الله. وعلى ذكر الرصاص يا أخوانا، الرصاص ما خصه بإصابة العين. شو يعني؟ يعني بعض الناس بيقول لك تعال أنت مصاب بالعين، تعال شو رش رصاصة فوق راسك. هذه عادات بعض الناس بيعملوها، هذا ليست من ديننا. إنما من أصيب بالعين شو بنعمل؟ نقرأ عليه القرآن أو ما ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال شو بيحمي الرصاص وبيطش وين فوق راسك؟ بالمي. لما يطش هيك أكيد على المي شو بتصير؟ بتنفلش. تعا تعا شوف عين، هيدا عين فلان صابك بالعين، يعلقك هو واحد. إيه، فهذا ليس مما هو يفعله المسلم الكامل أو الملتزم، وهذا ينهى عنه. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة. في شيء حرم الله أن تستمع إليه تسمى آلات اللهو المطربة المحرمة، اللي عرفت بهالزمن باسم الموسيقى. ايه، مثل شو؟ المزمار. المزمار هو الذي ينفخ فيه فيصدر صوتا مطربا بشتى انواعه. في مزمار فبيكون حجمه قد ايدك، في شيء بيكون كبير. كل ما هو من آلات النفخ ويصدر صوتا مطربا في الشرع في دين الله حرمه رسول الله. في بعض الناس بيقول لك بس أنا نفسي بتميل إلى ذلك. مش العبرة بنفسك، إذا نفسك بتميل إلى ذلك ولكن هذا حرام، فيجب عليك أن تكف نفسك عن العصيان. المزمار حرام. والطنبور، شو الطنبور؟ آلة تشبه العود. الطنبور آلة أوتار والعود آلة أوتار. العود حرام والطنبور حرام. الطنبور ببعض البلاد بيسموه البزق، يمكن بيقولوا له البزق بالهمزة كمان. هذا هو شيء صغير بيكون على حجم صغير، وإذا ضرب عليه يصدر صوتا مطربا. شو يعني مطربا؟ يعني اللي بيسمعه بيصير في عنده خفة. شو يعني؟ يعني بصير خفيف. شو يعني خفيف؟ قصدنا يعني خفة تحصل معه،
تحمله إلى شدة فرح أو حزن. بل انتبهوا، في بعض الناس هو اعترف، هو قال أن إذا سمعت الموسيقى أصير مثل السكران، وهذا مما يلاحظ. عشان هيك شو بتلاقي لما توجد الموسيقى في مكان، شو بتلاقي بعض الناس بقول لك صار شو قايم وقاعد شو عم يترقص وعم يرقص، بطل يتهدب، يقول لك هيدا فلان اللي أنا بعرفه الراكز، بطل لا في راكز ولا راكزة ولا شو صار، هوج وموج، صار القصة شو هيدا كامش إيد هيدي وهيدا كامش أبصر شو هيدا. تحث الموسيقى، لماذا حرمها الله؟ لأنها تحث وتحرض على الحرام، ولأنها شعار أهل الفسق. أي مكان فيه فسق ومعصية لله بتلاقي عندهم شيء يعتبرونه بزعمهم أنه هيدا عندهم إياه أساسي، وهو الموسيقى، تحرض لأنه شو على الحرام. فالمزمار، الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة. شو قال عنهم الرسول؟ صوتان شو ملعونان. طيب قد يجي واحد يقول لك طيب شو حكم الدف؟ الدف يختلف، الضرب على الدف جائز، الضرب على الدف وسماع صوت الدف جائز، والطبل نفس الشيء، بل الطبل من منافعه يقوي القلب، ضرب على الطبول يقوي القلب، هذا يجوز. يجي واحد يقول لك طب الصنج حديدتين ببعض وطبشهم ببعض سامعين فيهم هدول، هذا يجوز، يجوز شو الضرب عليه، لأنه بيطوش طوش ما بيطرب، هذا كل ساعة شو عملك دج هيك مثلا اللي نايم. ف طيب هذا يجوز، هذا شو اسمه الصنج. بعض الناس بيقول لك طيب إذا كان في دف وفي شيء بيسموه جلاجل، شو يعني جلاجل؟ يعني مثل هدول الصنج بس على حجم صغير هيك حدايد، كمان هذا أمر يجوز، لو كان الدف فيه جلاجل يجوز الضرب عليه ويجوز سماع ذلك. وهذا ورد في الحديث، أمر الدف هذا معروف ورد في الحديث، بل الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تعرفون من رسول الله أنه يسكت عن حرام؟ ما كان يسكت عن حرام صلى الله عليه وسلم، فكان يرى من يضرب بالدف وينشد أمام الرسول، والرسول كان يتبسم. فهذا شو بنسميه؟ إقرار من رسول الله أنه هيدا شو جائز. شو هيدا يا سعيد؟ جائز. لأنه في ناس طلعوا هلأ كمان يحرمون الضرب بشو؟ بالدف. وفي ذلك أحاديث، حتى الرسول كان يقول أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى سائر الأصوات المحرمة. في أصوات حرمها الله، تيجي بتقلي كيف؟ الغيبة. شو هي الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه. أها، يعني إذا واحد عم يستغيب مسلم شو حرام عليه. طيب أنا إذا بدي أتسمع على غيبة المسلم حرام علي أن أستمع عليها، بل الواجب أنه أن أسكته. شو بعمل؟ سكته. يعني واحد عم يستغيب مسلم ما بسكت وبطنش وبتسمع، فأكون أنا عصيت. بما هي معصيتي؟ أنه استمعت إلى الغيبة ورضيت بها ولم أنكرها. شوف من أمر. فإذا إجت وحدة عم تحكي عن وحدة، وهذا بيحصل، أو واحد عم يحكي عن واحد وأنت كنت حاضر، شو بتعمل؟ لا تستمع، بل ماذا يجب عليك؟ أن تسكته، أن تنكر،
شو يعني تنكر؟ أي أن تنكر الأمر، أي توقف الحرام اللي عم يحصل، مش مثل بعض الناس لا يشارك، وإذا ما شارك قاعد وعم يتسمع ويهز رأسه يعني شو إيه وبكمل. هل ترضى أن يفعل عنك أو أن يحكى فيك هكذا؟ ما بيرضى حدا بينحكى عليه. فأيضا ليس لك أن تسكت عمن يستغيب مسلما، يتكلم عن مسلم بما يكره في خلفه. طيب مش بس الغيبة، كمان الحرام الاستماع إليها، كمان النميمة، دير بالك، ونحوهما من معاصي اللسان. أديش في معاصي اللسان؟ مما هو نحو الغيبة ونحو النميمة مما حرمه الله، ليس لك أن تستمع إليه. شو قلنا؟ أن تستمع، شو يعني أن تصغي بإرادتك. ما عم نحكي عن واحد قاعد ببيته، مش مرات بيكون في بناية فيها جيران، واحد جار فاسد قاعد عم يحكي ويطعن ويستغيب مسلم غائب، وصوته أدمنه ما راح أقول جهوري، جعوري، واصل لوين؟ لعندك وانت جاره فوق. هل أنت تستمع إليه ولا هو صوته واصل لعندك؟ صوته واصل لعندك. فهذا لا يسمى استماع، هذا يسمى سماع. الاستماع يعني أنت عم تتسمع. أما لو دخل عليك السماع قهرا، مثل ما أعطينا مثال واحد صوته شو؟ جعوري وعم يستغيب مين؟ مسلم، واصل صوته لوين؟ لعندك. طيب وانت شو؟ قهرا، شو بدك تطفش من بيتك وتروح يعني؟ قاعد ببيتك وعم يوصل صوته من بيته لعندك، فهذا اسمه السماع. إذا دخل عليك السماع قهرا، شو يعني قهرا؟ أي من غير اختيار، وكرهته بقلبك، يعني كرهت هذا الفعل اللي عم انه عم يستغيب مسلم، ما عصيت بل يلزمك شيء، ان تنكر ان كنت قادر. اذا قادر تسكته بدك تسكته، يا جار يا ابو فلان اتق الله، نحن برمضان مثلا، اذا كان شو برمضان، او قد يكون في بعض الناس يستغيب برمضان وخارج رمضان، فشو بتعمل؟ إذا قادر تسكتوا بتسكتوا. طيب ما بيرد عليك، مثل ما يقولوا كمان منه هين الزلمة، شو خطير تحكي معه، قد شو بينزل بالتقيل عليك بعدين، قد يضرك، قد يؤذيك، قد عنده مثلا سلاح بدك تحكي من هون، قد يطرقك رصاصة من هون. فهنا أنت عاجز لأنه لست آمنا على نفسك منه، فهنا تنكر بقلبك، تنكر بقلبك. أما لو كان هذا المثال على مكان مثل هذا، مش ببيتك أكيد، في المساجد شو لا يستغاب حتى في المساجد، بس انتبهوا قد بعض الناس نفسهم حتى بالمسجد بده يحكي عن فلان الغايبة، أو عن واحد مارق قدامه يليك في ثيابه مبهدليني عليه كذا، أبصر شو تبهنا؟ لا يجوز. طب شفت واحد هيك لا ترضى وتنكر ذلك، ما رد عليك، شو بتعمل؟ تفارق مجلسه، تفارق شو؟ مجلسه. شو يعني تفارق مجلسه؟ مش معناتها تترك الجامع وتروح هو قاعد هون تقوم من حده وتقعد مع حد تاني، أو إذا كنتوا بصالة مثلا، مرات مش في ناس يروحوا على صالة رايحين انت عازمهم على عرس ما تركوك يا مسكين، مع انه هن ضيوف عندك. اليس واحد مره من اغنياء لبنان وكان رجل طيب، اجوا دعا مين؟ ناس على عرس ابنه، شو عمل؟ اراد انه يكرم ضيوفه فاعطى لكل ضيف ليره ذهب. في بعضهم شو صار يقول؟ يعني ليه؟ ليش ما خلاهم ليرتين؟ يعني ليش بخيل؟ وحده لي وحده لزوجتي.
صريح مع أنه شو أكرمهم، عم يعطيهم ليرة ذهب، سلم من لسانهم ما سلم. ودير بالك أغلب الناس هكذا، لن تسلم من ألسنة الناس، ولا حدا بيسلم من ألسنة الناس، حتى النبي محمد ما سلم، حتى النبي محمد ما سلم من ألسنة الناس. يعني ألسنة الناس يعني كثير من الناس طعنوا فيه وهو أشرف وأفضل وأتقى وأكرم خلق الله. فلا تتأثر إن حدا طعن فيك، أكيد هو عصى، ولكن ما أنه في بعض الناس بالخلص بدي هاجر. وين بدك تهاجر؟ إذا بدك، إذا كل ما واحد حكى عنك بدك تهاجر، يعني راح تروح يا مسكين على الصحراء. هذه كانت معاصي الأذن. نسأل الله لنا ولكم السلامة وحسن الحال وحسن الختام. ونختم بتذكيركم، شو هو تذكيركم؟ أول شيء بصلاة شو القيام. هذه الليلة قد تكون آخر ليلة من رمضان، ما قلنا هي آخر ليلة، قد تكون هي ليلة 29، ومعكم خبر كمان ليلة 29 كثير ما كانت تصادف ليلة قدر. في بعض الناس آخر يومين من رمضان تفطر همته، شو بتلاقيه؟ خلاص قال لك خلاص عم نودع، بالعكس بدل ما أنه يودع بشو؟ بقوة، بهمة، بنشاط. طيب آخر، قد تكون ما قلنا آخر ليلة، أنه غدا عند الغروب يظهر بمراقبة شو؟ هلال العيد. فغدا الخميس مغربا المراقبة، إذا رؤي الهلال وثبت ذلك فيعلن عن أن رمضان يوم الجمعة، عفوا شوال والعيد يوم الجمعة. إذا ما رؤي الهلال فسيستكمل رمضان 30 يوم. من هلأ عم قلك، لأنه هذا الحكم اللي نحن بنمشي عليه وكل مسلم ينبغي أن يكون عليه. ما حدا من هلأ بيقول لك، بس في ناس أعلنوا، في ناس قالوا، كل من أعلن من الآن أو من امبارح أو من قبل بشهر أنه العيد يوم الجمعة، هذا ما اتبع ما أمر به الرسول، إنما مشى على حساب المنجمين، ولا عبرة بكلام المنجمين أو الحساب. طيب العبرة بمراقبة الهلال، إذا رؤي الهلال عرفنا انتهاء رمضان، وعرفنا أنه هذه أول ليلة من ليالي شوال، يعني أول ليلة اللي هي بنسميها ليلة العيد. بيقولك يا ليلة العيد شو؟ أنستينا. طيب فليلة العيد تعرف برؤية الهلال، وبعد ثاني يوم بيكون يوم العيد. إذا ما رؤي الهلال يوم الخميس بكرة بالليل عند الغروب، ما رؤي الهلال، فبنعرف أنه رمضان بعد ما خلص سنستكمله، فبيكون الجمعة 30 رمضان، والسبت بيكون حتما بده يكون العيد. بنعوز نراقب شيء؟ ما بنعوز نراقب. ليش؟ لأنه رمضان ما بيجي 31 يوم. شو بيجي أكتر شيء رمضان؟ يعني 30، أكتر من 30 ما بيجي. فبعد 30 شو بده يكون حكما؟ أول شوال، وبيكون يوم العيد. برنامجنا بالعيد في صلاتين عيد. الصلاة الأولى الساعة 7 للرجال فقط، للرجال والذكور. الصلاة الثانية رح تكون للرجال والنساء، للرجال والنساء الساعة 8:00. وننصحكم ما تنيشنوا كلكم على الساعة 8:00، لأنه قد ما يطلع لك محل فبتبقى برا يا مسكين. فجزء منكم بيجي على الصلاة الأولى، وجزء منكم يجي على الصلاة شو؟ الثاني. بارك الله فيكم. والسبت سيكون لنا احتفال صغير، احتفال شو؟ صغير للأطفال وللنساء في خارج المركز. عملوا الاحتفال صغير، يعني هيك فرح للأطفال نحو 1.5 ساعة من 12 يوم السبت، بغض النظر إذا كان العيد الجمعة ولا السبت، الاحتفال رح يكون يوم السبت 12:00، احتفال صغير للأطفال هنا في الحديقة الخلفية إن شاء الله. وبارك الله فيكم. ونختم بلا إله إلا الله.